ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الخضر، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أخي الفاضل وتحياتي إلى ضيفك الكريم ومساء الخير على المشاهدين الكرام. وفي البداية أحب أن أعزي ذوي الضحايا وأعزي الشعب العراقي بهذه الفاجعة الأليمة التي يقف وراءها التقصير الواضح في تنفيذ المشاريع وتحقيق معايير السلامة في تنفيذها. وأحب أن أنوه أن هذا الحادث هو أحزن جميع العراقيين، ولم يكن خاصا بمحافظة نينوى. اليوم الجمهور العراقي في كافة مدن العراق حزنت لهذه الفاجعة الأليمة، خاصة وأن الضحايا هم من المحتفلين في أعياد نوروز في هذه المناسبة العزيزة الذين ذهبوا لكي يقضوا أوقات راحة وإذا بهم يتفاجؤوا بالموت يخطفهم. الحقيقة هذه الفاجعة التي يعني وقعت اليوم يقول التقصير بها واضح جدا من فقدان معايير السلامة في أي متجه في العالم، في أي بحيرة في العالم، يعني فيها سياحة، فيها مناطق ترفيهية، فيها عبارات ما يجب توزيع الستر الواقية، الستر الإنقاذ، يجب أن تكون هناك قوارب إنقاذ كافية، يجب أن تكون هناك مفارس طبية جاهزة وفي وضع الاستعداد. لم نرى هذا أبدا. طيب. والدليل سيد الفاضل وجود عدد كبير للأسف الشديد من الضحايا بينهم نساء وأطفال، هذا كله نتيجة الإهمال في تنفيذ المشاريع. هذه المشاريع يا أخي الفاضل تنفذ في المحافظات. لا أعرف لماذا لا يوجد فيها لجان لمعايير السلامة. لم أشاهد سترة إنقاذ واحدة يرتديها واحد من الضحايا. لا توجد قوارب إنقاذ. أين دور الدفاع المدني؟ أين دور أجهزة السلامة؟ لا أعرف سيد الفاضل، الكلام كثير. طيب لكن أستاذ أحمد، يعني هذه الفاجعة الأليمة. أستاذ أحمد، أود يعني أن أسألك على أمر مهم جدا ونقطة جوهرية هنا. يعني إحنا بالشهر الثالث والرابع عادة في تركيا يعني هنالك عملية أمطار، ذوبان للثلوج وكذا، هذه تأتي وعادة بالشهر الثالث والرابع من المفترض أنه يتم منع مثل هذه عبور هذه العبارات وغيرها والجزيرة السياحية. يعني يجب أن ما تسوي أي نشاطات حقيقة بهذا الموضوع، وهذا ما اعتدناه، يعني إطلاقات مائية وغيرها، امتلاء للسدود. ليش هذه المرة الحكومة المحلية ما تصرفت على الأقل بشكل مباشر بهذا الموضوع وتركت الأمور على ما هي عليه؟ يا أخي أنا متفق معك تماما، وأنا ذكرت معايير السلامة مفقودة. أحد معايير السلامة مراقبة الإطلاقات المائية ومستوى ارتفاع المياه وسرعة جريان المياه، من ثم إطلاق تحذيرات للسكان المحليين عن وجود ارتفاع مائي أو وجود يعني كميات من الماء يتم إطلاقها من السدود الموجودة في المنطقة أو حتى في الدول المجاورة. هناك إهمال واضح، لم توجد هناك أي تحذيرات لا من الحكومة المحلية ولا من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ما ذكرته فقدان معايير السلامة والإنقاذ. أؤكد عليها مرة أخرى لأنها لو وجدت لتجنبنا الكثير من الضحايا. الأسباب واضحة سيد الفاضل، الأسباب واضحة كوضوح الشمس. هناك اليوم تقصير في تحذير الإطلاقات المائية، هناك تحذير أيضا في عدم مراقبة هذه الأماكن السياحية، هناك تقصير في معايير السلامة والإنقاذ، هناك شح في فرق الدفاع المدني. هذه كلها أسباب جمعت ويعني خرجت لدينا بحادث أليم وبفاجعة أليمة راح ضحيتها أبرياء ومساكين من العوائل والأطفال والنساء. لكن أستاذ أحمد، إحنا عندنا حقيقة تشاؤم من تشكيل اللجان. دائما تشكل اللجان ولا نتيجة بالأخير، هذا ما يقوله المواطن العراقي دائما، راح يشكلون لجنة وينتهي الموضوع بلا شيء. لكن على ما يبدو بأن اللجنة التي ستشكل وستحقق في هذا الموضوع يبدو بأن الأمر جاد للغاية، إلى درجة بأننا قد نرى النتائج بسرعة ونرى العقوبات بسرعة كبيرة جدا. هل تعتقد بأن هذه اللجنة التي ستحقق في هذا الموضوع بالذات قد يكون يعني هي الانطلاقة لنتائج متوقعة للجان القادمة في المستقبل، بما أن الوضع يعني بعد مدى يتحمل؟ يعني أنا أتوقع وصول رئيس الوزراء ومعه السيد وزير الصحة في هذه الساعة من الليل إلى موقع الحادث وإلى قيادات عملية نينوى. يعكس الاهتمام الكبير الموجود عند السيد رئيس الوزراء لهذه الحادثة بالذات، كونها تمثل تحدي كبير للحكومة وإلى الجهات المعنية. أتوقع أن سيكون هناك تحقيق ويخرج
بنتائج ويكشف لنا حقيقة ما جرى وحقيقة الفاجعة، وبالخيرا تعتمد الحكومة على نتائج التحقيق. دائما يا سيدي الفاضل، وللأسف الشديد في السنوات الماضية كانت اللجان التحقيقية ربما تخرج لنا بنتائج لا تعلن على الملأ ولا تعلن على الناس، وبالتالي ترسلها إلى الحكومة، والحكومة دائما للأسف الشديد في السنوات الماضية كانت يعني غير دائمة وغير جادة في أخذ إجراءات حازمة. أشد على السيد رئيس الوزراء ووصوله في هذه الساعة من المتأخرة من الليل أن لا يكتفي بأن يعرف نتائج التحقيق، وإنما أن يقوم بمحاسبة المتسببين الحقيقيين في هذه الفاجعة منعا لتكرارها سيد الفاضل، والوقوف على حقيقة الجشع الموجود والذي يقف وراء هذه الفاجعة من مستثمرين من فقدان السلامة. لا يعني يمكن سيد الفاضل أن أكون أنا صاحب مشروع سياحي ولا أضع معايير سلامة كاملة ولا أتابع مع الجهات المعنية الإطلاقات البارية. يعني هل فقد الضمير إلى هذه الناحية؟ هل فقدت الإنسانية لهذه الناحية حتى جعلنا الربح المادي هو همنا الأول والأخير؟ الحقيقة أنا كفرد عراقي قبل أن أكون كاتب ومحلل وطالب من السيد رئيس الوزراء أن لا يكتفي مرة أخرى لا يكتفي بنتائج التحقيق، وإنما أن يقوم بمحاسبة المتسببين كائن من يكن كائن من يكن المتسبب، والمقصر يجب أن يحاسب ليكونوا عبرة للمقصرين وعبرة لمن يستهتر بأرواح الناس. إذا كان معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الخضر، شكرا جزيلا لك.